السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا أصدقائي وأحبابي في قناة رحلة تيفي. كان من بركات قضية الصغير ريان الذي تابعنا ملحمته لمدة 5 أيام، وقد تم دفنه اليوم بمقبرة قريته نواحي مدينة شفشاون المغربية. قلت كان من بركات قضية الصغير ريان رحمه الله وألهم ذويه الصبر والسلوان تسليط الضوء على قضية الطفل السوري فواز القطيفان، فإنه لما تفاعل العالم بأسره، خصوصا ما يهمنا احنا من العالم الإسلامي، مع قضية الطفل ريان، سلط الضوء على قضية الطفل فواز القطيفان الذي اختطف مدة 3 أشهر، وقبل أيام تم تصوير مقطع من طرف خاطفيه يعذبونه يضربونه، وظهر المسكين وهو يترجاهم وهو يطلب منهم عدم ضربه، ويقول ويصرخ من شأن الله لا تضربوني، لكن قلوب أولئك الوحوش وقلب ذلك الوحش الذي يعرضه للتعذيب وللضرب حتى يعني يضغط على أسرته، لأن الخاطفين طلبوا من الأسرة فدية كبيرة تصل مبلغ 500 مليون ليرة سورية، ما يقابل أو ما يقدر ب 140 ألف دولار بالنسبة نحن المغاربة 140 مليون، يعني مبلغ ضخم جدا. ونعلم جميعا ما يعيش إخواننا في سوريا والظروف التي يعيشها إخواننا السوريون، وحتى الطفل من الصور التي نشرت له لا يظهر أنه من أسرة غنية أو من أسرة، لأن غالب الأسر الغنية إن قد غادرت سوريا مع اشتداد الحرب في بلادنا الحبيبة تلك. نسأل الله عز وجل أن يرزقها الأمن والأمان، وأن ينتشر فيها عدل الله سبحانه وتعالى. قلت ظهر المجرم أحد المجرمين من خاطفه وهو يضربه، والطفل يستغيثه، ومع ذلك قلب هذا الوحش لم يتأثر، لأنه يضغط على الأسرة حتى تقدم الفدية الكبيرة. ويقال أن الطفل تم اختطافه من طرف شخصين بعدما كان في طريقه إلى المدرسة، تم اختطافه، ومنذ ذلك الحين لم يظهر له أثر، وكانت عمليات البحث عنه جارية حتى ظهر في المقطع مقطع تعذيبه. الحمد لله أنه خرج والده في مقطعنا اليوم يصرح بأن الأسرة والمعارف جمعوا المبلغ، وأن ما تبقى ستكلف به قبيلة القطيفان بأبطع بمحافظة درعا السورية، ولعلهم ينتظرون كيف ستتم المفاوضات لتسليم الصغير الذي نسأل الله عز وجل أن يكون سليما معافا، ليس به أي أذى وأي ضرر. طفلنا ريان أو طفلنا فواز إنما هم نماذج لمعاناة عدد كبير من أطفال المسلمين في شتى بقاع العالم الإسلامي، خصوصا في الدول التي تعاني إما من الحروب أو تعاني من الاضطهادات أو تعاني من الضغط أو من الحملات التطهيرية، مثل ما يقع في أراكان ببورما لإخواننا الروهينجا، أو ما يقع لإخواننا الإيغور في إقليم تركستان الشرقية بالصين، ما يقع في سوريا ذاتها، وما يقع لأطفالنا في سوريا في مخيمات اللجوء وفي مخيمات النزوح، في سوريا في مخيمات اللجوء وفي الدول المجاورة مخيمات اللجوء. فالأطفال يعانون من العديد من المآسي والمعاناة، رأينا صور عدد منهم وقد تجمدوا بردا وماتوا بردا في هذه الأيام الباردة التي تشهد سقوط الثلوج في تلك المنطقة. وقوف العالم الإسلامي والإنسانية جمعاء مع صغيرنا ريان ومتابعة قضيته تستدعي متابعة لقضية جميع إخوانه من الصغار، جميع أصدقائه ومن هم في سنه في جميع بقاع العالم، وكما قلت خصوصا في
دولة سوريا وما يعانونه من أشد أنواع العذاب، وأيضا في فلسطين في غزة المحاصرة التي ينقطع عنها العديد من الأمور التي هي ضرورية للحياة. إذا لا ريان ولا فواز هما رسالة لجميع العالم حتى يستيقظ ويتدخل ويقف مع الأطفال المحتاجين إلى المساعدة والمحتاجين إلى مد يد العون. إذا في الختام رحم الله ريان، ونسأل الله عز وجل أن يسلم الصغير فواز القطفان، وأن يعود إلى أهله سالما معافا في كامل صحته وعافيته، وأن يوفقنا أن يوفق الأمة الإسلامية للاجتماع على كلمة سواء، وأن نقف فيما ينفع الأمة وفيما يسهم في الدفع بنهضتها والدفع بتحقيق العدل فيها وتحقيق الظروف الملائمة والكرامة العيش للجميع. إذن إلى مادة أخرى، دمتم في رعاية الله وحفظه، متابعي ومشاهدي قناة رحلة تيفي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.